واحنا بنختتم فقرتنا الإخبارية خلينا نتابع مع حضراتكم كمان أحوال الطقس اللي بيشهد ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة زي ما حضراتكم طبعا ملاحظين خلال اليومين دول. النهاردة احنا في ارتفاع كبير شهدناه زي امبارح. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل من خلال الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية اللي بتنضم لينا عبر الهاتف. مساء الخير يا دكتورة منار. مساء الخير على حضرتك استاذ مينا واستاذ ياسمين وكل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا مساء النور عليك يا دكتور. دكتورة منار خليني في البداية استوضح من حضرتك حالة الطقس اللي شفناها النهاردة، يعني كهيئة للأرصاد رصدت الوضع ازاي النهاردة؟ بالفعل احنا كان في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، يمكن درجات الحرارة اعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 6-7 درجات. اليوم سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية. اليوم كانت الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، كان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وبالفعل احنا نشهد انخفاضات درجات الحرارة منذ أمس أو ارتفاعات في درجات الحرارة منذ أمس، والارتفاعات دي ملحوظة في درجات الحرارة. متوقع استمرار بقى ارتفاعات درجات الحرارة غدا الخميس، يعني كمان غدا الخميس العظمى هتكون 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. الأجواء غدا هتكون خلال فترة النهار شديدة الحرارة خلال فترات النهار على كافة مناطق الجمهورية، بالإضافة كمان إن درجات الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية على المناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد. أما عن فترات الليل أيضا درجات الحرارة خلال فترات الليل مرتفعة مقارنة طبعا بالأيام اللي كنا بنشهد فيها انخفاضات في درجات الحرارة. يعني إحنا بنسجل خلال فترات الليل درجات حرارة ما بين 20-22 درجة مئوية، يعني الأجواء خلال فترات الليل بتكون معتدلة الحرارة. ممكن خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر ممكن نحس بأجواء لطيفة أو فيها نسمة برودة، خاصة لما يبقى في نشاط للرياح. نشاط الرياح دايما بيزود إحساس انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل. الكتل الهوائية اللي بتأثر على جمهورية مصر العربية هي كتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، ففي الكتل دي منخفضة نسب الرطوبة. انخفاض نسب الرطوبة ما بيخلينيش أحس بارتفاعات درجات الحرارة اللي بنشهدها دايما في فصل الربيع مقارنة طبعا بفصل الصيف، لأن دايما الصيف معروف بارتفاع الرطوبة، هو ده اللي بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. صحيح. طيب فيما يخص الأتربة اللي كانت عالقة أو الشوائب العالقة في الجو النهاردة حضراتكم رصدتوها إزاي برضو؟ بالفعل هو كان في منذ الأمس واليوم في أتربة عالقة ملحوظة في سماء القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري. هي الأتربة العالقة بتبقى ظاهرة جوية زي الشفورة المائية كده، لكن هي بتبقى منخفضة نسب الرطوبة فبتبقى أتربة عالقة، وبتبقى خلال فترات النهار خاصة مع ارتفاعات درجات الحرارة وتأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بتقدم انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، لكن الحمد لله مش بتبقى بالصورة الواضحة زي الرمال والأتربة المصارة. لكن متوقع غدا يكون في نشاط لرياح، نشاط رياح ده قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة على مطروح والسلوم، بعض المناطق من غرب الموجودة المناطق الغربية الموجودة في الصحراء الغربية. المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى قد يكون فيها إثارة لبعض الرمال والأتربة. أما الأتربة العالقة هتبقى موجودة على مناطق من شمال الصعيد سواحلنا الشمالية الشرقية، دي مناطق ممكن تشهد نشاط للرياح وأتربة عالقة. ممكن نطمن بقى السادة المشاهدين إن إحنا إن شاء الله من يوم الجمعة يعني بعد غدا هنبدأ نشهد انخفاضات في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. الانخفاض ده هيكون واضح وملحوظ باذن الله مقارنه طبعا باجواء يوم الخميس، لان احنا درجات الحراره تنخفض بحوالي 7-8 درجات. تكون العظمى على القاهره الكبرى يوم الجمعه القادمه 32 درجه مئويه، هيكون في انخفاض ملحوظ مقارنه بالخميس، والانخفاض ده هيكون فترات النهار وفترات الليل كمان، لان طبعا بدات الناس خلال فترات النهار والليل تخفف الملابس الملابس الصيفيه. يعني احنا دايما اكيد مع ارتفاعات درجات الحراره هنخفف خلال فتره النهار، لكن احنا دايما بننوه ان احنا فترات الليل لسه محتفظين بالملابس الشتويه على الاقل الخفيفه او جاكيت نرتديه لما نحس بانخفاض درجات الحراره، لان احنا متوقع من الجمعه وعلى مدار الاسبوع المقبل يكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره في اجواء ربيعيه.
يعني احنا بنقول درجات الحرارة توصل ل 29 درجة على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار. خلال فترات الليل هتنخفض درجات الحرارة توصل ل 16 درجة مئوية، والأجواء هتكون تاني مائلة للبرودة، يعني هنحس بالأجواء الباردة أو المائلة للبرودة خلال فترات الليل خلال الأسبوع المقبل. بدايه من يوم الجمعه ان شاء الله وعلى مدار الاسبوع المقبل كله باذن الله في اجواء ربيعيه، يعني نقدر نقول خلال فترات النهار هتكون مائله للحراره، الاجواء درجات الحراره ما بين 31 و29، وهيكون كمان في نشاط للرياح هيزود احساسنا بانخفاضات درجات الحراره والاجواء الربيعيه. خلال فترات الليل الاجواء تكون مائله للبروده، فهنحتاج دايما قطعه ملابس خلال فترات الليل نرتديها لما نحس بانخفاض درجات الحراره، عشان بس تغيير نوعيه الملابس في الفتره دي ممكن تجمع بيه نزلات البرد لا قدر الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية على كل هذه التفاصيل.